قدوتك في كرة القدم المصرية والعالمية؟ كابتن وائل جمعة، تمام كابتن هاني رمزي، تمام كابتن مدحت عبد الهادي، تمام والعالمية سيرجيو راموس. بس أصعب مهاجم لعبته قدامه؟ أبو لولو، أبو لولو. سيف الدين الجزيري. العيلة عندك أهلي ولا زمالك؟ العيلة عندي منقسمة، يعني أنا والدي زملكاوي تمام ووالدتي أهلاوية، وزملكاوي زملكاوي، أهلاوية أهلاوية. مدرب شايفه لو لعبت معاه هيطورك؟ نفسي كنت أشتغل مع تاكيس جونياس تكيس. جدا. لاعب تاخده معاك في أي خناقة؟ حمودة سميد، عمود ده اللي هتاخده معاك لو في أي خناقة. تمام. يعني فظيع بجد. لاعب هتاخده معاك في السفر؟ كابتن علي فوزي. من أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي؟ الموسم اللي فات الماضي زيزو طبعا. شايف مرتبات اللعيبة في الدوري المصري اللعيبة تستحق ده؟ انت اتحطيت في الوقت اللي هو كل الاسعار وكل الحاجات عليت، فانت البادجت بتاع الانديه فبيعلى. يعني انت دلوقتي مثلا ايه، الحاجه بقت غاليه، فانت طبيعي انت كمان بتغلي، فاللي هو الفلوس طبعا بتزيد معاك. مطربك المفضل انا كنت بحب السادات جدا. لو سجلت هدف، مين المعلق اللي بتحب تسمع تعليقه على هدفك؟ أمن الكاشف. لو جالك عروض من أندية القمة في السعودية تحب تروح بإيه؟ النصر.